ريم تستخدم مواد مخدرة. ما يجون إلا آخر الليل. زيادة على كذا ريم تدخن وليان تفيق. مساء الخير يا جماعة الخير. اليوم عندنا قصة جديدة. شيء الأول الله يعطيكم ألف عافية حرفيا على الكلام الإيجابي اللي قاعد أشوفه. القصص اللي فاتت قاعد أقرأ كلام مرة رهيب، والكلام اللي أقراه دائما أحط عليه قلب، يعني مستحيل أي شخص يكتب وما أضغط عليه قلب، لكن اكتب كلام كذا يعني كويس. قصة اليوم والله العظيم تحتاج لتركيز كبير. أتمنى أنك تركز معي وتجيب لك كذا كوب قهوة أو شاهي وتركز معي في قصة اليوم. وقبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي عزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على اللايك، تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. اليوم عندنا قصتين. خلينا نبدأ شيء بالقصة الصغيرة. في شخص يا جماعة الخير قاعد ينصح شخص ثاني، قال له يا اخي في تطبيق جديد تو طالع، والتطبيق هذا فيه كل شيء، يعني الترفيه فيه سوبر. قال وش ذا التطبيق؟ وش يعني وش يسوي؟ يعني وش داخله؟ كيف فيه كل شيء؟ قال فيه افلام ومسلسلات واغاني والعاب، اللي هو تطبيق يانجو بلاي، خدمة ترفيهية مدعومة عن طريق الذكاء الاصطناعي. التطبيق هذا يوفر لك افلام ومسلسلات واغاني والعاب وكل شيء انت تبغاه. وهذا مسلسل الحشاشين، مسلسل ملحمي يروي قصة جماعة الحشاشين التاريخية. وهذه البطولة بطولة كريم عبد العزيز وثلة من النجوم، أكثر مسلسل منتظر لهذا رمضان، صار لهم سنين شغالين عليه، وأجواء يذكرك بجيم أوف ثرونز. عندهم خدمة ترفيهية مدعومة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهذه الخدمة الأول من نوعها في الوطن العربي والعالم. التطبيق هذا تقدر تشغل أفلام مسلسلات والعاب وكل شيء في راسك. وعندهم الـ AI جوا التطبيق، اسم الـ AI ياسمينة، تقدر تسألها عن أي شيء أنت تبغاه. والموضوع مو هنا، في اشتراك واحد للعائلة يكفي 4 مستخدمين. التطبيق هذا يا جماعة الخير متاح على الأندرويد والآي أو إس اللي هو الآيفون، وعلى السمارت تي في اللي هي الشاشة الذكية. طبعا بما أن تطبيق يانجو بلاي هم الرعاة في هذه الحلقة، مستحيل انهم ما يقدموا لكم شيء. 60 يوم اشتراك داخل التطبيق مجانا عن طريق الرابط او كود الخصم حقي، وهذا العرض لفتره محدوده. التطبيق متاح الان في دول الخليج ومصر، الرابط موجود تحت في الديسكريبشن. مشاهده ممتعه حرفيا يا جماعه الخير. قصه اليوم من اقوى القصص اللي قريتها، وانا قاعد اقرا القصه والله العظيم اني لا اخفيكم حمست اني اقوم واسجل، وعلى ان اليوم مخليه اوف انا عندي، ولكن قلت هذه مستحيل ما اقولها. قصه اليوم يا جماعه الخير ترجع البنت، والبنت هذه اسمها نوره. خلني اشرح لكم حياه نوره هذه عشان انتم تعرفون كيف شخصيتها وكيف انطباع اهلها عنها. ساكنين في بيت، والبيت هذا مكون من 4 بنات و3 عيال، ولكن البنات يا جماعه الخير اكبر من العيال، يعني تجي نوره وثلاثه من خواتها بعدين يجون العيال. ونورة هذه هي البنت الكبيرة. نورة يا جماعة الخير تدرس في 3 ثانوي، آخر سنة لها في الدراسة، وساكنين يا جماعة الخير في قرية، والقرية هذه فيها المدرسة، تداوم فيها نورة وتعود ترجع لبيتهم، والمدرسة قريبة مرة مرة بشكل كبير. وصح نسيت أعرفكم على أبو نورة وأم نورة. أم نورة يا جماعة الخير دكتورة، ودكتورة تقدم محاضرات في الجامعة، وأبو نورة يا جماعة الخير بروفيسور. يعني بكل اختصار الأسرة هذه أسرة متعلمة لأبعد درجة، وإذا كانت الأسرة متعلمة فأكيد طموح العيال راح يكون أعلى وأكبر بكثير. المهم يا جماعة الخير، نورة كانت تدرس في مرحلة الثانوية، والثانوية هذه جنب بيتهم، وعندها صديقة مقربة اسمها سارة، وسارة هذه بنت برضو راعية علم، ونورة نفس الحكاية راعية علم، وكلهم متفوقين في دراستهم. جاء اليوم الأخير في هذه الثانوية، وراح ينتقلون من الثانوية إلى الجامعة. طبعا القرية اللي هم ساكنين فيها ما فيها أي جامعة قريبة، ولازم ينتقلون المدينة تبعد 200 كيلو، المدينة هذه فيها جامعة كبيرة ويصيرون يدرسون فيها. طبعا اللي بينتقل من الثانوي للجامعة عنده خيارين، يا يسكن في السكن الجامعي أو يصير يروح ويرجع بين مدينته والجامعة. هذا الشيء أنا أشوفه خيار سيء، لأنه بيكون متعب، ممكن يوم من الأيام لا قدر الله يصير حادث على الطريق. المهم اتفقوا نورة وسارة أنهم يروحون يدرسون في هذه الجامعة ويسكنون في سكن واحد، والسكن هذا هو السكن الجامعي. قدموا أوراقهم في الجامعة على أنهم يحصلون على سكن موجود داخل الجامعة. الجامعة قالت لهم مو الشهر هذا، الشهر القادم بإذن الله راح يكون في سكن جامعي مخصص لكم، ولكن الشهر هذا حاولوا تسكنون في منطقة قريبة لما الجامعة لين تزين أموركم، وابغاكم في اليوم الثاني برضو بكرة تجون تقدمون أوراقكم عند الموظفة الفلانية اللي هناك. قالت نورة وسارة خلاص تمام ما عندكم مشكلة، بكرة بإذن الله أنا وسارة راح نجيكم الصبح. خذت جوالها نورة واتصلت على أبوها مباشرة، سلام عليكم يبا كيف حالك طيب؟ يبا الجامعة قالوا ماذي إن السكن الجامعي راح يفضى بعد شهر ولازم بكرة الصبح أجيهم، والأسبوع هذا يا يبا ما في دراسة. قال لها أبوها
خلاص ما عندك مشكلة، وش رايك أرسل أخوك فهد أخليه يجي ياخذك أنت وسارة ويرجعكم للقرية اللي احنا ساكنين فيها لين بكرة، ويصير اليوم الثاني يصحى من النوم فهد ويوديكم للجامعة تخلصون أوراقكم. قالت ميد أبوها نورة شورك وهداية الله. راحت وكلمت سارة، هلا والله سارة كيف حالك طيبة؟ سارة احنا راح نرجع للقرية حقتنا بمرنا أخوي فهد، ونبغى نرجع للقرية وبكرة نخلي أخوي يرجعنا لنفس المدينة من جديد عشان نقدم أوراق السكن الجامعي. قالت سارة خلاص تم، ولكن قبل ما نرجع خلنا نشوف لنا شقة نستأجرها عشان بكرة وحنا جايين للجامعة ناخذ بعض الأغراض هذه ونحطها جوا الشقة. قالت أجل صدقين تم، فكرة ممتازة بالعكس عشان نجيب أغراضنا في اليوم الثاني بدال ما نروح ونرجع. طلعت نورة وسارة يبحثون عن شقة، بحثوا وحصلوا لهم شقة قريبة لما الجامعة، تبعد على الجامعة ما يقارب 11 أو 12 دقيقة. طبعا أتكلم لك 12 دقيقة مشي على الرجول. كم الأجار كم بتعطينا؟ نقص لهم السعر، أعطاهم سعر مناسب لأنهم طالبات، وأغلب حقين السكن أتوقع أنهم يتبعون الأسلوب هذا، إذا شاف طالب أو طالبة جاي يدرس من برا يبغى يسكن عنده دائما ينزل عليه المصاريف والسعر. المهم علينا، استأجروا الشقة وانتظرت نورة أخوها فهد لين جاء. أول ما جاء فهد ركبوا معاه وحطوا شناطهم وداهم فهد للقرية. اليوم الثاني برضو فهد حمل بعض الأغراض من أخته نورة ومن عند سارة ورجعهم للقرية هذه وحط أغراضهم في الشقة وراحوا للجامعة عشان يقدمون أوراقهم. نورة تقول وهي داخلة الجامعة في ناس واجد من شتى أنواع حرفيا البلدان جايين من كل مكان يبغون هذه الجامعة، وفي ناس كثيرة مقدمة على السكن. يقول أنا دخلت أنا وخويتي سارة، دخلنا ومشينا في السيب اللي حصلنا بنات، وفي ناس يعني صافين طابور عشان يكلمون حقين السكن، وفي اللي ينقبل وفي لا مرفوض وفي اللي ينقبل ولهم سياسة قبول. صار الشخص اللي يجي من مسافة بعيدة مرة يعني 600-700 كيلو يحاولون يوفرون له سكن لأنه حرفيا دافع كل ما عنده عشان يجي لهذا المكان، والناس القريبين 200-150 كيلو يخلونهم يستأجرون والشهر الجاي يعطونهم شقة من عندهم. المهم تقول نورة وأنا قاعدة أمشي إلا سارة عرفت بنت موجودة عندهم هناك، والبنت هذه طالبة وبتدرس معهم في الجامعة، والبنت هذه اسمها ريم. أول ما شافتها سارة هلا والله ريم كيف حالك طيبة؟ والله الحمد لله بخير، أنت بتدرسين في الجامعة؟ الله ما توقعت إنك بتدرسين، قاعدين إنه بندرس في الجامعة وما أدري إيش، إلا أنت وش عندك يا ريم موجودة الآن هنا؟ قالت أنا أبغى أخذ لي سكن أنا وخويتي. قالت لها من خويتك هذه؟ قالت هذه خويتي ليان. قالت ها الله يوفقكم يا رب إن شاء الله إنكم تحصلون سكن. إلا ريم تسأل سارة قالت لها أنت وش عندكم اليوم؟ قالت إن نبغى نقدم أوراقنا عشان يعطونا سكن في الشهر الجاي. قالت لها ريم مباشرة طيب أنتوا وش بتسوون الشهر هذا؟ قالت إن استأجرنا شقة لمدة شهر. قالت يو والله يعينكم وفالكم التوفيق إن شاء الله والله يحفظكم. المهم مشت نورة وسارة لين وصلت عند الموظفة المخصصة بالأوراق، أعطتها الورقة وقالت خلاص إن شاء الله سكنكم راح يكون جاهز بعد 30 يوم من الآن. كم عددكم؟ أنتوا عددكم طالبتين، راح نحط معكم برضو 3 طالبات زيادة عشان يكون عددكم 5، لأن في 5 أسرة وصالة ودورة مياه الله يكرمكم ومطبخ مشترك. قالت نورة خلاص ما في مشكلة، إذا صارت فاضية اتصلوا علينا على هذا الرقم. نورة حطت رقمها وهي وسارة وطلعوا، وهم طالعين إلا ريم تنادي سارة، سارة سارة وقفي شوي وقفي. هلا والله ايش بغيتي وش فيك؟ انتوا ساكنين في اي سكن؟ قالت احنا ساكنين هنا في سكن يبعد حوالي 12 دقيقه وانت تمشي على رجلك. قالت ريم طيب عادي نسكن عندكم انا وصديقتي ليان، احنا برضو قالوا لنا بعد شهر. قالت صدق طيب تمام بسال نوره وان شاء الله ان الموضوع سهل. ساره راحت لنوره كذا على جنب قالت لها اه نوره يبغون يسكنون معنا، وش الخطاش السالفه؟ ناخذهم معنا ولا ما ناخذهم؟ نوره اول كلمه قالتها لها قالت هل البنات هذول كويسات تضمنينهم؟ قالت ايه كويسات ما قد شفت منهم شيء. قالت خلاص تمام خليهم يجون. راحت ساره قالت ريم خلاص حياكم الله. نوره وافقت ولكن تراكم تدفعون معنا نفس مبلغ الشقه. قالت ايه خلاص تمام ما عندكم مشكله، بس بنجيب اغراضنا بنجيبها عندكم. قالت لا خلاص في انتظارك. ايوه يا جماعه الخير، من هنا بدت قصه اليوم. نوره راحت وضفت اغراضها وجهزت الشقه، على ما يجون هذول الناس الجدد اللي هم ريم وليان، وهي تنظف نوره الا شوي يضرب الجرس ررررن من عند الباب اللي هي يا جماعه الخير ريم وصديقاتها ليان. حياكم الله حياكم الله ادخلوا. صارت ساره تعرف نوره على ريم وليان والعكس كذلك. استمر الموضوع هذا يا جماعه الخير. المهم دخلوا رتبوا اغراضهم كالعاده وكل واحد اختار له مكان وقعدوا فيه، والشقه كبيره وتكفيهم كلهم. استمر الاسبوع الاول الاسبوع الثاني. بعد اسبوعين يا جماعه الخير نوره قاعده تلاحظ اشياء قاعده تطلع من الشقه، نوره قاعده تلاحظ اشياء قاعده تختفي من الشقه، واختفائها كان بشكل غريب يعني، والاشياء اللي قاعده تاخذ من الشقه اشياء بسيطه ما هي اشياء كبيره مره، وبعض الاحيان تكون الاشياء هذه فلوس، يعني تحط فلوس على الطاوله بعد يومين كذا 3 ايام تحصل فلوس هذه ما هي موجوده. قالت نوره عشان اقطع الشك باليقين راح احط الفلوس للمره على الطاوله وراح اخليها مبلغ كذا مفروض، وقررت تصرف فلوس وتخليها الله يسلمكم على الطاوله. في اليوم الثاني يا جماعه الخير الا تحصل من المبلغ هذا نقص منه شيء بسيط. هنا تاكدت نوره ان في شيء قاعد ينسرق من الشقه نفسها، واللي قاعد يسرق ما يدرون منه. هل هو شخص يجي اخر الليل ياخذ فلوس؟ هل في واحد يفتح الشقه ويناظر الشقه واذا كان فيها شيء ياخذ منها؟ نوره لحد الان ما تدري. بعد ما تاكدت نوره راحت وكلمت ساره. ساره تعالي ابغاك بقول لك موضوع. وش الموضوع يا
دينورة قولي لي في موضوع صاير وابغى اكلمك انت لحالك، بس اتمنى ما تقولين لحد نهائيا ولا تعلمين اي شخص. تمام تمام. تعالي وتقوم وتدخل لنورة، دخل سارة الغرفة وتقفل الباب عليها. قالت تسمع يا سارة، الشقة حقتنا قاعد ينسرق منها اشياء، والاشياء هذه ما ادري والله من اللي ياخذها. وقعدت تعدد لها الاشياء اللي كانت تنسرق من الشقة. قالت اخر عملية سرقة صارت حطيت فلوس وفي شخص جاء سرق نصها، ولكن ما ادري من هو الشخص، وانا صديقاتس اللي معك انا ما اشك فيهم، ولكن ما ابغى اتكلم عليهم بعدين يتحسسون. قالت سارة وش رايك نسوي طريقة، نحط لنا كاميرا مراقبة ونثبتها في الزاوية وتصير تسجل اي شيء او اي حركة داخل الصالة. قالت نورة والله فكرة، ولكن تخيلي يا سارة لو صار اللي يسرق من الشقة صديقاتنا الثانيات وش راح نسوي، وشكلهم راح يصير قبيح مرة. يعني تخيل اني عازمك على السكن حقي واخليك تنام معاي وفي الاخير احصلك قاعد تسرقني. قالت سارة اذا صاروا هم خلاص نطردهم ونفتك منهم، ولكن معنا شيء خلينا نطردهم عادي. قالت نورة تم. قررت نورة يا جماعة خير انها تطلب من احد مواقع كاميرات مراقبة، والكاميرا هذه عبارة عن فيش تنشبك هذا في نفس الفيش حق الكهرباء، تشبكه وتخليه وهو يصير يسجل. يعني الكاميرا اخذتها هذه بالاخص كاميرا تجسس، يعني اللي بيدخل وبيسرق ما راح يدري ان في كاميرا قاعدة تصوره. ولكن مشكلة الكاميرا هذه ان جودتها مرة سيئة. قرروا انهم يحطون فلوس على الطاولة ويتركونها ويجربون الاختبار هذا من جديد. جت الكاميرا وشبكتها نورة وحطت فيها الذاكرة وحطوا اغراضهم وجهزوا وضعهم على الكاميرا قاعدة تسجل. اليوم الثاني يا جماعة الخير جو البنات يتأكدون هل في شيء مسروق او لا. صدقوا حصلوا في مبلغ ناقص من الفلوس اللي موجودة عندهم. استانسوا يعني شباب الموضوع كذا، استانسوا قالوا بس خلاص حصلنا من اللي قاعد يسرق. خذوا الفيش على طول وفكوه وشبكوه في اللابتوب ويشغلون الفيديو عشان يشوفون الشخص اللي قاعد يسرق. راقبوا يا جماعة الخير حركة التسجيل. صار يا جماعة الخير الشخص اللي يسرق هذا مو من الناس اللي موجودين في البيت، صار من الناس اللي خارج الشقة. حصلوا شخص داخل البيت وفاتح الباب وياخذ الفلوس وياخذ نصها عشان ما حد يشك ويطلع ويقفل الباب وراح. ولكن الموضوع اللي خلى نورة تستغرب ان نورة دائما تقفل الباب اخر الليل، يعني ان في شخص داخل الشقة يفتح له الباب يروح ينام بيخليه يدخل ويسرق الاغراض ويطلع، ولكن ما يقدرون يشكون باحد ان الكاميرا قاعدة تسجل في الصالة وما هي قاعدة تسجل في نفس السيب اللي عند الباب الخارجي، ولكن كان دخوله مخيف عليهم. مرت الايام يا جماعة الخير وجت المرحلة اللي ينقلون من شقتهم القديمة لين شقتهم الجديدة المخصصة للطلاب الجامعيين. المهم جاء الوقت اللي ينقلون فيه من الشقة القديمة للشقة الجديدة، والشقة الجديدة هذه تكون تبع الجامعة، وهذا الشيء راح يريح نورة بشكل كبير بسبب يا جماعة الخير ان الشقة القديمة كانت مسجلة باسم نورة، ما تبغى تجيب الشرطة وهي ما هي من المنطقة نفسها. كان هذا الشعور يراودها بشكل كبير، ونظاما اذا كانت الشقة باسمك وجت الشرطة وحصلت ناس جوا الشقة او صارت مشكلة جوا الشقة، المشكلة هذه راح تسجل باسمك لان الشقة باسمك. المهم جت المرحلة اللي تنقل فيها من الشقة حقتها للسكن الجامعي، والميزة في السكن الجامعي انهم يعرفون الطالبات اللي معهم في السكن، يسجلون ارقامهم الجامعية واسمائهم. جاء الوقت جماعة الخير اللي ينقلون اغراضهم من الشقة القديمة للشقة الجديدة بعد ما سلموا نورة المفاتيح الخاصة بالسكن الجامعي الجديد. كانت نورة طالعة من نفس المكتب الجامعي المخصص المفاتيح ورايحة شقتها. وقفت نورة عند الباب حق شقتها القديم، انزلت ورقت مع الدرج تك 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 لين وصلت للدور حقها اللي فيها الشقة حقتها، إلا تشوف الباب مفتوح وتفتح الباب إلا الباب مفتوح. شو السالفة؟ وتناظر في الشقة إلا الشقة مسروقة بالكامل. صاير؟ مش حاصل؟ مش السبب في هذا؟ ما ندري. نورة مباشرة اتصلت في صديقتها سارة. ألو السلام عليكم سارة، كيف حالك؟ طيبة؟ تعالي الشقة الآن، أنا في الجامعة عندي محاضرة. اقطع المحاضرة وتعالي الآن للشقة، الموضوع ما ينسكت عنه. ترجع سارة جماعة الخير لشقتها. نورة ايش صاير وايش حاصل؟ الشقة يا سارة انسرقت، لا الشاشات لا الكنبات لا الأثاث، ما بقى شيء اللي سرقها نهائيا. كاميرا التجسس كانت طافية سبب انهم اعتقدوا انهم خلاص راح ينقلون، ولكن من الحرامي اللي اختار الوقت المناسب هذا وقدر يسرقنا فيه. حرفيا الموضوع غريب. نورة مباشرة شكت صديقات سارة اللي شافتهم عند الجامعة اللي هم ريم وليان، قررت تكلمهم. اتصلت سارة عليهم، سلام عليكم تعالوا تبغاكم نورة. جو للشقة شافوا الشقة مسروقة والموضوع غريب مرة. قررت نورة تحقق في هذا الموضوع، قالت ميد سارة معليش يا سارة انا لازم اصارح صديقاتس واقول لهم الموضوع من الى. اسمعيني يا ريم انت وليان، الموضوع اللي صار الفترة اللي فاتت شقتنا كانت تنقص منها اغراض بشكل متكرر، الاغراض هذه ما ادري وين تروح، فقررنا نشتري انا وسارة كاميرا مراقبة، والكاميرا هذه كاميرا تجسس، حطيناها في الفيش وشبكناها في الكهرب وصارت تصور المكان، وصورت شخص كان مغطي وجهه ومن هيئته الشخص هذا ولد ما هو بنت،
ولكن اللي استغربته بعد مرور فترة كأنه يعرف اليوم اللي راح ننقل فيه وسرق الأغراض في وقت مرة حرفيا كويس. قالت له منورة ما لاحظت شيء الآونة اللي فاتت منصرق منكم ناقص منكم. على طول ريم قالت إلا أنا كان ينقص مني أغراض ولكن ما كنت أدري وش السالفة. طبعا ريم وليان كلهم في غرفة واحدة. ليان قالت أنا لا ما نقص مني شيء الحمد لله ولكن ممكن لو أبحث ممكن أحصل شيء شيئين ناقص مني. قالت خلاص الآن انصرق كل شيء نبغى نسوي قطة جديدة عشان نشتري الأثاث حق غرفتنا اللي راح تكون في الجامعة. ريم قالت أنا معكم وراح أقط معكم وساعدكم في الأثاث. نور وسارة قالوا خلاص الله يعطيك ألف عافية وشكرا لك. المهم انقلوا جماعة الخير للسكن الجامعي بأثاث بسيط ومشوا أمورهم وجمعوا قطة وصاروا يشترون أثاث داخل الغرفة حقتهم ويأثثون شقتهم بالكامل. قعدوا يأثثون وقعدوا يشتغلون. المهم خلصوا الشقة بشكل كامل. نورة ما نسيت الموضوع اللي صار لها قبل. راحت لسارة وقالت لسارة اسمعين شوفي سارة معليش لا تزعلين مني سارة أنا أشك في صديقة سريم هي وخويتها ليال. قالت ليش؟ قالت يا أخي تصرفاتهم غريبة بعض الأحيان ما يجون إلا آخر الليل. زيادة على كذا ريم تدخن وليان تفيب يعني البنات هذولي ما يخافون على أنفسهم ولا على صحتهم وعليهم بعض التصرفات الغريبة. أنا ما أبغى أظلم صديقاتس ولكن ترى ممكن الولد يكون يعرف ريم وليان وجاي عن طريقهم. أنا ما أبغى أظلمهم ولا أبغى أتكلم عليهم عشانك أنت يا سارة. إلا سارة وتقوم بضيقة تشككيني في صديقاتي ريم وليان. ريم أنا أعرفها من زمان بنت كويسة. أوكي هي تدخن ولكن ترى البنت كويسة. أتمنى يا نورة أنك تحترمين نفسك. ريم ما تسوي الحركات ذي. قالت لها نورة أنا بس أقول لك من الحيطة والحذر. قالت لا أنا متأكدة من ريم ما تسوي ولا شيء من الأشياء هذه. المهم استمرت الأيام ومشى الوضع على ما أنت عليه والشقة ما في شيء منها ينصرق الفترة هذه. الأسبوع الأول الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث صدق ريم صار فيها بعض الحركات اللي مو كويسة. صارت تمر على الغرف اللي داخل السكن الجامعي المخصص للطالبات وتعرف ناس واجد السكن الجامعي هذا. طبعا السكن الجامعي هذا كله بنات تمر مرة وتقعد عند ذولي وتقعد عند ذولي فكانت معارفها كثير. ولكن بعض الأحيان تجي ريم وهي في حالة مو طبيعية وتكون شوي فاهية وما هي في وضعها الطبيعي. نورة ذهينة فانتبهت للموضوع هذا ولاحظت الريم تجي بعض الأحيان فيها ريحة غريبة ووضعها مو طبيعي والشيء هذا ما كانت تلاحظه في الشقة القديمة. سكتت نورة ما تبغى تقول صار صديقتها أنها قاعدة تشم ريحة غريبة في صديقتها وفيها تصرفات غريبة لأنها هاوشتها وتقول أنها واثقة في صديقتها. مرة على مرة مرة على مرة في مرة من المرات نورة رايحة تشتري بعض الأغراض للشقة فتحت الباب وطلعت ونزلت مع الدرج تك 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 وهي تحت نازلة إلا تحصل ريم من سدحة على الأرض وفي حالة مو طبيعية قاعدة تطق وجهها. ريم 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 تسمعيني؟ ملا حياتها لمن تنادي. قررت نورة على طول تتصل بالإسعاف. طيط 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 السلام عليكم عندنا حالة في السكن الجامعي قسم 116 مبنى باء. إلا الإسعاف يجي بسرعة الإسعاف هذا قريب لما السكن الجامعي وياخذ ريم يوديها لين المستشفى. طبعا في أسئلة عامة يوجهها الدكتور لنورة معليش هل هي تعاني من شيء فيها شيء فيها حساسية من شيء معين تاكل حبوب معينة فيها شيء؟ نورة ما تدري. قالت والله أنا ترى ما أعرفها مرة ولكن هذه طالبة من الطالبات اللي عندنا. فحصوها وقاسوا ضغطها ونبضات قلبها ممتازة وكانت بس الحالة اللي فيها إغماء. قال الدكتور ممكن إجهاد عليها بسبب الجامعة ممكن ضرب راسها في شيء ممكن أشياء كثيرة. المهم تحسنت حالتها بعد يومين وطلعت ريم. قالت ميد نورة الله يعطيك العافية شكرا لك. نورة تقول يا أخي ريم كلامها طيب وبنت كويسة أحس ولكن ليه بعض الأحيان أشوفها بشكل ثاني. اعتقدت نورة أنها تتوهم وأنها ظلمت ذا البنت وتحس أن البنت كويسة ورحمتها. طبيعة البنت دائما تكون عاطفية على الشخص اللي قدامها ورجعت الحياة للحياة الطبيعية. مرت الأيام ودرسوا في الجامعة وخلصوا الفصل الدراسي الأول وجاء الآن الفصل الدراسي الثاني. نورة وسارة يدرسون في نفس الجامعة ونفس الشعب حقتهم يعني الفصول واحدة والمحاضرات اللي يروحون لها واحدة. يلاحظون وهم نازلين مع الدرج في سيارة تكون واقفة قدام. السيارة هذه لها فترة طويلة ودائما تكون شغالة ونورها شغال ويعتقدون الموضوع هذا عادي وراحوا لجامعتهم ولكن كان هذا الشيء في الحسبان يعني كانوا يشوفونه ولكن منو الشخص هذا ما ندري. في يوم من الأيام يا جماعة الخير وهم نازلين مع الدرج بالصدفة حصلوا ريم نازلة من السيارة هذه. شو السالفة منو الشخص هذا؟ أكيد أخوها أكيد أبوها. جت ريم تمشي لين الباب وسلمت على نورة وسارة. سلام قالوا هذا مين؟ قالت هذا أخوي. نورة ما بغت تدخل الموضوع قالت هذا أخوك؟ طيب ليه له فترة كبيرة قاعد يمرك وكل مرة أشوف سيارته واقفة عند الباب وهل هو هنا عايش في نفس المدينة ذي ولا إيش سالفته؟ قالت لا أنا مشتق علي وكل مرة يجي يشوفني. قالت نورة وسارة زين الله يحميكم وخلي أخوك لك. راحوا للجامعة وهم راجعين للجامعة يا جماعة الخير إلا نورة يا جماعة الخير تشم في درج المبنى هذا ريحة والريحة هذه قد شمتها قبل في ريم والريحة هذه فاقعة وقوية يعني مستحيل إنها تختلف عليك. رقت يا جماعة الخير هي وسارة لين
شقتها، وفتحت باب الشقة وحصلت ريم مع واحدة ما يعرفونها قاعدين في الصالة وقاعدين يدخنون، والريحة قوية في هذا المكان. نورا انقرفت، قالت لو سمحتم انتم في سكن جامعي واحنا طالبات ما ندخن، فأتمنى انكم ما عاد تعيدون هذه الكرة نهائيا، واذا تبغون تدخنون روحوا لشقتكم. كانت نورا قصدها من هذا الكلام تتكلم على البنت اللي مع ريم، اذا انت جاية تدخنين فأتمنى انك تروحين لشقتك ولا تقعدين تذيننا. ولكن في راس نورا والله انزلت ان البنت هذه تزعل وتنزل وتروح لشقتها وتلحقها ريم مباشرة. ايه وليان، وليان هذه بعلمكم كيف شخصيتها، بنت ساكتة ما تتكلم واجد، ولكن مع ريم في اي شيء، لو ريم تسوي تروح تسوي معها نفس ما سوت ريم، يعني تتبع ريم بشكل كبير. وهذه النظرة اللي كانت تشوفها نورة من جهتها، ان ليان بنت شوي لك عليها وشوي غبية وتلحق ريم في اي تصرفات تسويها، ولا تبغى تتكلم لسارة عن ريم لان سارة عطتها ردة فعل في البداية. مرت الايام، في يوم من الايام جتهم ريم وقالت انا ما راح اعيش عندكم، راح اعيش في شقة صديقاتي اللي ساكنين تحت، ولكن راح ازوركم. يعني ليش السالفة يا ريم وش الموضوع؟ قالت لا بس راحة نفسية، انتم ما تدخنون وانا ادخن وانا ابغى اعيش حياتي وانا ابغى افلها. قالتها نورة الله يسر عليك، ولكن اللي استغربوه ان ليان قالت انا لا راح اسكن عند نورة وسارة. موضوع غريب شوي، البنت اللي 24 ساعة مع ريم وتسوي كل حركات ريم بالضبط، لدرجة ريم تدخن البنت تبيب، اهم شيء اني اقلدها. قالت راح اسكن معكم يا نورة وسارة، والله الموضوع غريب. جت ريم ورقت وخذت اغراضها وضفت غرفتها وضفت كل شيء ونزلت وعاشت تحت، وليان صارت كل مرة تروح لهم وترجع ولكن عايشة بينهم بين نورة وسارة. في يوم من الأيام في الصبح الساعة كذا 7-8 الصبح اللي يسمعون صوت إسعاف، والصوت قوي مرة، شو السالفة وش صاير؟ يسمعون ناس كذا في ركض في الدرج دب 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 دب، ويسمعون طق باب. موضوع كان غريب، شو السالفة؟ يطلعون البنات اللي يحصلون الإسعاف داخلين على الشقة اللي ساكنة فيها ريم، واقفين كذا البنات في الدرج وينظرون الإسعاف معاهم الشيالة هذه، إلا ريم محطوطة في الشيالة هذه ومنزلينها، ويركضون مع الدرج ويأخذون الإسعاف يودونها. بعد مرور ممكن نص ساعة أو ساعة يجي اتصال على جوال سارة. سلام عليكم سارة، كيف حالك؟ طيبة؟ والله الحمد لله. سارة أنا أم ريم. أهلين، هلا خالتي، حياك الله. أبسألك عن ريم وش وضعها وصاير لها؟ قالت والله إني ما أدري، وإن بنتكم انقلت تحت وهي ما هي ساكنة معاي الآن. قالت كيف ما هي ساكنة معاك الحين؟ قالت والله ما هي ساكنة لها أكثر من شهر وشوي. قالت هي قايلة إن هي ساكنة معاك. قالت والله يا خالتي إنها ما هي ساكنة معاي نهائيا، وإذا تبغين تصدقين اسألي نورة. تأخذ جوال نورة تقولي والله يا خالة بنتك ريم من زمان ناقلة من عندنا وعايشة مع بنات تحت في الدور اللي تحت. قالت عسى البنات كويسات ومحترمات. قالت والله يا خالة احنا ما ندري، ولكن الله يكون في عونكم يا رب. وسألت سارة قالت يا خالة من عطاك رقمي هذا؟ قالت ان سكن الجامعة اتصلت عليهم بعد ما بنتي طاحت وقالوا لي هذه الطالبات اللي عايشين معها. قالت لها يا خالة الاسماء هذه المسجلة والارقام من زمان، يعني لو جيتيني قبل شهرين بقول لك ايه بنتك معنا. قالت الان لازم نروح المكتب ونقول لهم الريم ما هي عايشة معنا. المهم يا جماعة الخير، وتمر الايام. ذاك اليوم نورة طالعة هي وسارة من غرفتها، ويحصلون ليان قاعدة في نص الصالة وقاعدة تصيح، وتصيح صياح قوي، وش فيها وش حاصل؟ إلا البنت تقول أنا تعبت، ما عاد أتحمل ولا أبغى العيشة هذه نهائيا. وش السالفة وش صاير وش حاصل؟ وش الموضوع اللي وصلها للنقطة هذه؟ قاعدوا يسمون على البنت ويقولوا لها وش فيك؟ أنا ما عاد أبي أعيش ولا عاد أبي أدرس، حالة غريبة، وش حاصل وش صاير علميني. وتقعد تصيح وما رضت تتكلم وش الموضوع اللي مضايقها. بعد مرور ممكن 4-5 ساعات طلعت ليان لهم من الغرفة، نورة وسارة تعالوا أبغاكم، الموضوع بما فيه ريم تستخدم مواد مخدرة. شلون؟ ريم تستخدم مواد مخدرة، والمواد هذه كانت تعطيني منها. السالفة صاير علمين أكثر، شو الموضوع؟ قالت لهم إن ريم خربت، ما هي البنت القديمة اللي قبل. هنا سارة استغربت، قالت شلون؟ قالت والله يا صديقة ريم تغيرت من أول ما درسنا في هذه الجامعة وعليها تصرفات غريبة. أنا بقول لكم كل شيء، ولكن ما أدري هل أنتم بتصدقوني أو بتكذبوني. ريم الفترة الأخيرة قاعدة تتعاطى المخدرات، والسبب الناس اللي موجودين معها وأصدقائها. قالت شلون؟ قالت إيه، قالت زيادة على كذا اللي يجيها عند الباب ترى صدق أخوها، وأخوها هو اللي قاعد يمولها بكل شيء ويخليها تبيع الأغراض هذه داخل السكن. إذا تبون نصيحتي لا تكلمونها ولا تعلمونها أني قلت لكم عن أي شيء صار. ولكن ريم يا سارة ما هي البنت اللي كنتي تعرفينها، ممكن أيام الثانوي كانت كويسة، ولكن البنت وأخوها ترى مو كويسين. ليان بكت كل شيء داخلها، وصار الولد اللي يشوفونه عند الباب صدق أخوها، ولكن كان يمولها للمخدرات عشان تبيعها على الطالبات. على طول نور
الصورة قالت: طيب بسألك، هل تعرفون الشخص اللي كان يسرق من الشقة؟ أول ما قالت لها كذا وإلا ليان تصيح مرة ثانية: شو السالفة؟ وش حاصل؟ تكلمي يا بنت الحلال، علمينا اللي كان يسرق من الشقة يا نورة وسارة. وهو أخو ريم اللي كانت سارة تدافع عنها وتقول إن هذه البنت كويسة، وإن البنت هذه أنا أعرفها من زمان، وإن البنت هذه من أفضل البنات ومن زمان أعرفها. قالت لها نورة: يا سارة، الدنيا تتغير والنفوس تتغير والعقول تتحول. ممكن ناس تشوفها في بداياتهم كويسين ولكن في نهاياتهم متعبين، ممكن تشوف ناس في بداياتهم سيئين ولكن في نهاياتهم مذهلين. الناس مو مثل ما انت تعتقدين، الناس فيها اختلاف من الأجناس. في ناس ما ترضى على نفسها الخطأ وفي ناس تقبل نفسها العيب والخطأ. فأنا يا سارة ما قلت لك هذا الكلام إلا كنت ألاحظ على خويتك أشياء، والأشياء هذه ما ينسكت عنها. وخلني أقول لك موضوع بسيط وليه أنا كنت متخوفة من البداية، وبرضو أنا كنت أدري يا سارة أن صديقتك كانت تتعاطى وكانت سيئة لأبعد درجة، ولكن كنت خايفة وأدعي ربي بشكل يومي أن الشرطة ما تطب علينا لأنها كانت الشقة باسمي، وإذا كانت الشقة باسمي أنا اللي راح أكون مسؤول والشرطة راح تقول أنت اللي قاعد تسوي الأشياء هذه. سارة بعد ما سمعت هذا الكلام سكتت وقعدت تفكر جواها وتقول وش اللي وصل ريم لهذه المرحلة، وأكيد الإغماءات اللي تجيها هذه كانت سببها المخدرات. مشت الأيام وسارة متحسفة على صديقتها هذه أنها وصلت للمرحلة ذي. راحت كلمت نورة وتأسفت منها، قالت: يا نورة أنا آسفة أني صرت ذاك اليوم أدافع عنها وأقول أنها بنت كويسة. قالت لها نورة: لا تشيلين هم، والأمور إن شاء الله أنها بتزين، ولكن الحمد لله نحن تخلصنا منها ولازم نصير قريبين عند ليان ونهتم فيها ونشوف حالتها النفسية لين تتخلص من الشيء اللي هي فيه. صارت حياتهم متشاركة مع ليان، يعلمونها كل شيء ويسولفون معها ويجتمعون في الصالة ويسوون بأحيان حفلات يعني ويفرحون ويفلون سوا. المهم مرت حوالي شهرين وثلاث شهور وهم متداخلين مع بعض. في يوم من الأيام سارة قالت: أنا لازم أنقذ ريم وأحل موضوعها وأخليها تتخلص من هذا الشيء. قررت تكلمها. اتصلت سارة على ريم: السلام عليكم، كيف حالك يا ريم؟ طيبة؟ ريم ردت عليها: هلا والله سارة، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. والله أنا بخير ريم، أبغى أجتمع أنا وياك وأبغاك في موضوع ولكن لا حد يدري. قالت: عسى ما به شر وإن شاء الله الأمور زينة. قالت: كل شيء زين ولكن أحتاج أقابلك، أبغى أفتح معك موضوع. ولكن سارة في راسها تقول: صعبة إني أدخل على ريم بالأسلوب هذا وإني أدخل عليها كذا مباشرة وأقول لها الموضوع، فلازم أمهد لها وامشي معها حبة حبة. قالت لها: يا ريم وش رايك ترقين عندي فوق؟ قالت: لا، أن نقلنا من عندكم لنا ما يقارب ثلاث شهور. ثلاث شهور ناقلين من عندكم، غريبة، ما قالت لكم ليان؟ قالت: لا ما قالت لنا شيء. قالت: لا والله يا سارة، حنا نقلنا الحين نبعد عنكم ما يقارب يمكن 8 دقائق أو 7 دقائق، حنا مكاننا اللي هو رقم 70 العمارة باء، ونبعد عنكم ما يقارب يمكن فوق 60 عمارة أو 70 عمارة، ولكن راح أجيك ابشري، أعطيني 10 دقائق إن شاء الله وأنا عندك. خذت ريم أغراضها وقالت: خلاص بجيك يا سارة. إلا سارة قالت لها: لا خلنا نتواجه في كافي ونقعد نسولف سوا. قالت: خلاص تمام. واتفقوا على كافي يكون بينهم أو فاصل بينهم بين عمارتها وعمارة سارة. راحوا الكافي هذا وطلبوا كافي وقعدوا في القعدات الخارجية. وتخيل معي كيف شكل الكافي، كافي في جلسات خارجية وقدامه ممشى طويل يجمع كل عماير المباني، والممشى هذا لو تمشي فيه تبدأ من أول عمارة وتنتهي لآخر عمارة، وفي أشياء كثيرة وانت على الممشى، منها المناظر ومنها أشياء حلوة، وفي اللي يبيعون في الشارع. المهم الناس أغلبهم يتمشون على هذا الممشى. المهم سارة وريم خذوا كافي وقعدوا برا. سارة تبغى تفتح الموضوع هذا مع ريم ولكن ما تدري ولا تعرف وش الطريقة اللي تدخل فيها. قالت لها: كيف حالك؟ أخبارك طيبة؟ لا بسألك يا ريم، اتصلت علي أمك قبل 3 شهور وكانت تسأل عنك، غريبة. قالت لها: إني أنا عايشة مع سارة. قالت لها ريم: والله إني نسيت أقول لها إني أنا غيرت شقتي، ولكن أتوقع خذت الرقم من دليل الجامعة عشان كذا اتصلت عليك. قالت لها سارة: إيه، هي اتصلت علي عن طريق الجامعة، ولكن أنت علميني وش سويتي وكيف دراستك وكيف وضعك. قالت: والله الحمد لله أنا بخير وكل شيء تمام، وصديقاتك إن شاء الله أنهم بخير. إيه والله الحمد لله صديقاتي كلهم بخير. ريم سألت سؤال لسارة: سارة بسألك، ليان أخبارها؟ قالت: والله ليان بخير. قال: كيف حالتها النفسية؟ أمورها زينة؟ هنا سارة شكت شوي، قالت: ليش فيها حالتها النفسية؟ هي أمورها زينة بس إيش فيها حالتها النفسية؟ قالت: لا إنها بعض الأحيان تتعب شوي ولكن لا تشيلين هم، إن شاء الله أمورها إنها زينة. قالت لها سارة: أها أوكي تمام. قررت سارة تسأل ريم: ريم أنت وش سبب الإغماءات هذه اللي تجيك؟ وش وضعك أنت؟ هل وضعك طبيعي ولا مو طبيعي؟ ريم سكتت شوي وبدت تتوتر وخايفة تقول لسارة وش الموضوع. وسارة تعتقد، نعم تعتقد سارة، إنها تعرف وش الموضوع، ولكن في راسها تقول الآن ريم راح تغبي علي الموضوع. قالت لها ريم: اسمعي يا سارة، أنت صديقتي وأختي وحبيبتي وكل شيء، بقول لك الكلام هذا ولكن لا تقولين لأحد. هنا سارة استأنست، قالت: أخيرا ريم راح تعترف بالأشياء اللي تستخدمها داخل الجامعة. قالت لها: يا ريم أنا بقول لك شيء وأتمنى إنه ما يطلع أبد، أنا يا ريم عندي الأكسجين ما يوصل للدماغ بشكل كويس. قالت: آه
والسبب وش منه وليه وصلت لهذه الحالة؟ لحد الآن سارة تعتقد الريم بسبب التعاطي، ولكن صدمتها ريم برد قوي مرة. قالت لها أنا من أول ما انخلقت والأكسجين ما يوصل عقلي بشكل كويس، وبعض الأحيان أنخنق، وبعض الأحيان ينغمي علي، وعندي مشاكل صحية. سارة سمعت هذا الكلام ولكن راسها لحد الآن تقول وشو؟ إن ريم تبي تغبي علي ولا تقول لي وش الموضوع الأساسي. قالت وإني أمر بحالة صحية سيئة وبأحيان ينغمي علي لأن الأكسجين ما يوصل للدماغ، وقالت تقولها يعني كلام علمي. قالت ها الله يشفيك يا رب، الله يشفيك يا رب ويسهل أمرك. قالت بإذن الله الأمور زينة. شوي سارة دخلت معها، قالت لها ريم بسألك سؤال بس لا تنحرجين مني. لحظة السؤال هذا ريم وهي قاعدة هي وسارة فجأة قلت لكم أنا إن الكافي يطل على الممشى إلا يحصلون ليان ومعهم ثلاث بنات قاعدين يدخنون، والدخان هذا فيه الريحة الغريبة هذه، ريحة غريب نوعها. هنا سارة سكتت شوي إلا ليان تنتبه لسارة وهي قاعدة مع ريم وترتبك وتتوتر ولا تعرف وش تسوي، وسوت نفسها إنها ما شافتهم وكملت طريقها. سارة سكتت شافت الموضوع وشافت شيء خالف الكلام اللي كانت تقوله، اللي كانت تقول الريم تتعاطى وأنها 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 وأنها، والآن شافتها تتعاطى وفيها الريحة اللي كانت تشتكي منها نورة. سارة سكتت ومشت الموضوع، قالت لازم أطلع الآن واتصل على نورة، حاولت تقفل الموضوع مع ريم وإني أنا من زمان عنك بس كنت أبغى أشوفك. قالت وش الموضوع؟ قالت والله الموضوع إن أمك يوم اتصلت علي بس هذا اللي استغربته. يلا يلا يا ريم تبغين شيء؟ أنا والله إني بمشي موعد نورة وتعالي لنا للشقة تكفين خلينا نشوفك. مشت سارة يا جماعة الخير واتصلت على الطريق على نورة. سلام عليكم نورة كيف حالك؟ طيبة الحمد لله. نورة تدرين من شفت قبل شوي؟ من شفتي؟ شفت ليان مع ثلاث بنات وفيها الريحة اللي قد قلتي لي عنها قبل، أنا بديت أشك في الموضوع، تعالي الشقة خلنا نتفاهم. راحوا للشقة وتواجهوا. سلام عليكم. عليكم السلام. وش نسوي يا نورة؟ شكل ليان كانت قاعدة تكذب علينا والموضوع لا يطاق، وأحس إن ظلمنا ريم وأنا أحس ريم طيبة. قالت نورة شوفي والله ريم أنا برضو أحس إنها طيبة وراكن ربي باليها، لازم نكشف الموضوع ونقول لهم ونشوف من الصادق منهم من الكذاب. قالت تمام ولكن خليها في الويكند وإن شاء الله الأمور زينة. اللي يا جماعة الخير ينتظرون الويكند يجي في يوم نهاية الأسبوع يا جماعة الخير، كانوا في الجامعة بيخلصون بيرجعون لشقتهم يريحون، مثل ما قلت لكم النورة وسارة في نفس المحاضرة. رجعوا يا جماعة الخير لسكنهم بيحصلون عند الباب حق السكن حراس الأمن والشرطة تحت، قالوا الله يستر والموضوع أتوقع إنه كبير، ويرقون مع الدرج البنتين هذولي ممنوع الدخول ممنوع الدخول، ارجعوا ورا. قالوا لهم شقتنا موجودة فوق. قالوا لهم وين شقتهم؟ عطوهم رقم الشقة. قال أنتم انتظرونا تحت بالذات لين نجيكم. شوي جلسوا تحت على الكرسي وكل واحد يدعي إن ما في شيء كبير، إلا يحصلون يا جماعة الخير في شرطة نسائية قابضين على ليان مكلبشينها ومركبينها السيارة. استغربوا الآن شو السالفة شو الموضوع؟ الله يستر ليكون موضوع كبير ذا الدرجة إن ليان تنسجن البنت الساكتة اللي ما يطلع منها ولا شيء الآن مقبوض عليها، وش راح يصير علينا؟ طيب إحنا ليكون عندنا شيء؟ إلا شوي تجي بنت وتقاطع تفكيرهم هذا. قالت نورة سارة؟ قالت أيوة. قالت تقدرون ترجعون لسكنكم ولكن ليان ما راح تسكن معكم هنا، وراح نجيب لكم شخص أو شخصين يسكنون معاكم. قالت خلاص تمام. أول ما شافت السالفة كذا على طول ذكرت كلام ريم صديقتها يوم قالت لها أن هي تعبانة وأن الإغماءات اللي تجيها إغماءات طبيعية، اتصلت مباشرة على صديقتها ريم. ريم تعالي ضروري لشقتنا الآن، شو السالفة؟ الآن تجين. يجتمعون يا جماعة الخير ثلاث بنات هذولي ريم ونورة وسارة. سلام عليكم ريم، السالفة كذا 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 كذا، في شرطة جت وشالت البنت اللي هي ليان وودتها قسم الشرطة وما ندري ايش سالفتها. قررت ريم تقول لهم السالفة الحقيقية اللي كانت مغطية عليهم كلهم. قالت ريم والله اني نصحتها. شلون؟ كيف نصحتيها؟ قالت والله العظيم اني نصحت البنت حوالي مليون مرة وقلت لها ابعدي على الاشياء اللي انت تسوينها، ابعدي ابعدي ابعدي. الحين سارة ونورة في استفهامات في روسهم، وش الاشياء اللي تبعد عنها؟ ان اصلا كنا شاكين فيك، هم في نفسهم يقولون كذا ان شاكين فيك يا ريم، كيف الحين ليان هي اللي صارت راس البلا؟ قالت وش ليه وش كانت تسوي؟ قالت ليان هذه تعبانه، حاولت اصلحها حربيا بشتى انواع الطرق رافضه. قالت شلون؟ قالت والله العظيم رافضه مو راضيه تهدى، البنت هذه تستخدم وتتعاطى وتبيع، هذه البنت مره صعبه. صادقه؟ طيب تعالي خلي اعلمك الشيء اللي اثقل من اللي قلتيه. تدرين ان البنت هذه يوم الايام صاحت كانت تتبلاك وتقول عنك انك انت بياعه انت واخوك وانكم تبيعون وتتاجرون بالمخدرات داخل سكن الجامعه؟ انهبلت ريم من الشيء اللي سمعته، قالت والله العظيم انها كذابه والكلام هذا ما صار، وشلون تقول الكلام ذا؟ هنا انكشفت الحقيقه الاصليه
ليان وريم، ونورة اعتذرت لها مباشرة، قالت والله العظيم نشكينا فيك وقلنا شكلها أنت راعية البلا وراعية الخراب. المهم اكتشفوا الحقيقة أن ريم ما لها دخل في الخراب، وصدق اللي فيها شيء طبيعي، ولكن في مسألة واحدة يبغون يعرفونها، اللي هي مسألة أخوها اللي يجي وسرقة الشقة. قالوا لها يا ريم ترى ليان قالت عنك أن أخوك هو اللي سارق الشقة ويجي يسرقها. هنا ريم انصدمت، قالت شلون أخوي يجي يسرق الشقة وأنا ساكنة معكم؟ قالت والله هذا كلام البنت، بس من الشخص اللي كان يجي يسرق الشقة؟ قال خلاص شوفوا دام الموضوع وصل لين هنا أنا راح أقول لكم كل شيء وراح أعلمكم وش صار من البداية للنهاية. أنا والله كنت ساكت ولا أبغى أعلمكم كل شيء صار، وعشان كذا حاولت أنقل من مكان لمكان عشان ما تشكون فيني نهائيا. قالت الولد اللي كان يجي يسرق الشقة أنا متأكدة منه، هو صديق ليان، هذا الولد متعرف عليه ليان وتفتح له باب الشقة آخر الليل وتخليه يجي يسرق الأغراض اللي موجودة في الشقة وكأن ما في أي شيء صار، وأنا صدتها مرة واسترت عليها عشان كذا قلت أنا راح أساعدكم في الشقة. قالت برضو أنا في البداية عارف أنكم راح تظنون فيني ظن السوء، تحسبوني شخص على غلط من الشيء اللي أنتوا شفتوه، عشان كذا يا نورة وسارة لا تشوفون الشيء من طرف واحد. هنا يا جماعة الخير انتهت قصتنا لهذا اليوم، الله يعطيكم ألف عافية. إذا وصلت لين هنا لا تنسوا تضغط زر اللايك وزر الاشتراك. قصة هذه يا جماعة الخير جتني من أحد المتابعات وأرسلتها حوالي 4 أو 5 مرات. يوم قرأت القصة قلت ممكن أي شخص يستفيد منها ويأخذ منها عظة وعبرة. هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أشوفكم بأمان الله، سلام عليكم.